بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الشاعر محمد صالح العجولي، قدم هذه القصيدة إهداء إلى تلفزيون فلسطين بإشراف السيد الجيوسي. القصيدة بعنوان القادم إلى عجول. أيها القادم إليها انتبه، أنت في عجول حاضرة الوجود، كن عزيزا فهي حاضنة الوطن، عهدها لله لا تنسى السجود. شعبها التاريخ يحمل اسمه، إنهم عظماء أحفاد الجدود. عن حماها لا تغيب شموسها، معقل فيها تربربت الأسود. ليس منهم ناشز مستهلك، تكره المحتل تبغضها اليهود. إنهم أهل المروءة والشرف، إنهم نبض الإرادة والصمود. لا خيارا غير عجول لهم، عندما تبلى الصرائر والجلود. زيتها فيه النفوس تعمدت، قصة الإنسان يحكيها المرود. اعتمر فيها ولا تخشى أحد، كلهم في اسمه محمود. اخلع بها نعليك دون تردد، فهي رابية الكرامة والخلود. جنة شم النسيم مزاجها، يا عراق العين منتجع الخدود. نبعها يغزو القلوب أريجه، مثلما الأطفال ترضعه الورود. تلة فيها الجبال تحصنت، قوة لا للتحدي من حدود. وهي عافية الزمان نعيمها، نحن كل عندها مولود. وهي مائدة السماء ثرية، ثروة فيها المواهب والنقود. يا أخي القادم تجلد بالصبر، إنها أم الكرم والجود. حية فيها الحياة فريدة، ثورة تهزم بها البارود. بوركت في أرضها قدسية، والحسد في أرضها لا يسود. والسلام عليكم. هذا برنامج ساق الله على أيام زمان، يبث على تلفزيون فلسطين، حلقة تم تصويرها في قرية عجول، وذلك يوم الأربعاء 4/12/2013 الساعة 12:30، وتعاد يوم الخميس 5/12/2013 الساعة 5:30 مساء. وشكرا للجميع.